السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاث أشياء بتعطل الرزق عندك وبتمنع البركات وبتمنع الملائكة إن هي تحفك، فركز معايا. لأن بعض الأشخاص يقول لك أنا عندي تعطيل في الرزق، مفيش أي شيء بعمله في حياتي وبوفق فيه نهائيا. كل ما أروح أتقدم لفتاة أبص ألاقي إن الفتاة ديت توافق عليا في بداية الأمر، ثم بعد ذلك تقول لك لا، يأتي الرفض من أهلها. لو رايح مثلا في موضوع تجارة أخذ كل الأسباب الصحيحة اللي من خلالها إن أنا أربح في التجارة ديت وربنا سبحانه وتعالى يكرمني فيها برزق طيب وفير، ثم بعد ذلك أبص ألاقي إن كل شيء جاي عكس ما أنا عايز بالظبط. أصبحت حياتي كلها عبارة عن ملعب، مش فاهم إيه اللي بيحصل ليا. ربما ايضا يكون واحد بيعاني من مرض او عنده احد اطفاله بيعانوا من مرض، فيقول لك مثلا او اولاده بيعانوا من مرض، فيقول لك انا اخذت بكل الاسباب لكن سبحان الله ما فيش استجابه وما فيش نتيجه. عايز اقول لك لربما انك انت بيكون ويجع منك ثلاث اشياء، الثلاث اشياء دولت سبحان الله هم السبب الرئيسي في اصابتك بكل التعطيلات وبكل الاشياء اللي انت بتعاني منها في حياتك. اول شيء اللي هو الخوض في العوارض. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يرن عليك حد في التليفون ويقول لك تعرف فلانية الفلانية، تقول له آه، يقول لك فلانية ديت كانت ماشية مع شخص معين وعملت معه علاقة وحصل بينهم كذا 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 كذا، ثم أنك أنت ما تردش الكلام نهائيا، ثم بعد ذلك الشخص ده ما شافهاش وتكرر هذا الكلام مع حد تاني من أصحابك، فأنت كده خط في عرض امرأة قد تكون هذه المرأة محصنة وممكن تكون هذه المرأة عفيفة وما وجعتش في الضر، حتى ولو وجعت في الضر تعرف ان لو في ثلاثة شافوا واحدة بتقع في شيء غلط او شافوا واحد بيعمل شيء غلط، المفروض ان الثلاثة دول يسكتوا تماما عن هذا الامر. وده ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، فلما يكونوا ثلاثة ويقولوا ان حصل من الشخص ده كبيرة او ارتكب كبيرة وما فيش واحد رابع معهم، الثلاثة بيطبق عليهم الحد 80 جلدة. وسبحان الله سماهم الله عز وجل الفاسقون، يعني خارجين عن طاعة الله جل وعلا. اذا انت كعبد مؤمن لما انت تخوض في عرض امرأة مؤمنة فاعرف انك انت اوجبت بذلك العقاب عليك من الله جل وعلا، فتنتظر انك انت تعاقب في اي لحظة. فحاول انك انت بقدر الامكان ما تاخدش في عرض اي امرأة مؤمنة ايا كانت هذه المرأة بتقع في اخطاء او بتقع في ذنوب او بتقع في معاصي. انأ بنفسك يا اخي الكريم حتى يحفظك الله جل وعلا. علامة ثانية، يقول احد الصالحين: اذا رأيت يعني خمول في جسدك وتعطيل في رزقك فاعلم انك تكلمت فيما لا يعنيك. الانسان لما بيتكلم في الاشياء اللي هي ما بتخصوش نهائيا او ليه اي دخل بها بيعود ذلك بالضر على الجسد. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع سعد بن معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد احفظ عليك هذا تنجو من عذاب الله جل وعلا وتنجو من النار. فسعد كان حتى بيسأله بيقول له: يا رسول الله دلني على عمل لو أنا عملته أخش بالجنة. قال له: امسك عليك لسانك، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على اللسان. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله أيدخل الرجل النار بسبب لسانه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار إلا من حصائد ألسنتهم؟ فاللسان لما أنت تتكلم فيه وتخوض في الأعراض وتتكلم في أشياء لا تعنيك ولا تخصك لا من قريب ولا من بعيد، انت بذلك اوجبت عليك غضب الله جل وعلا، فتنزل عليك عقوبات من الله جل وعلا وتكون غير موفق في حياتك. ايه هو الشيء الثالث بقى اللي هنختم بيه؟ اول حاجه، اذا انت كان عندك اي مساله من مسائل الحياه وعايز ان الحاجه ديت ربنا سبحانه وتعالى يكملها ليك على اكمل وجه، فكل ما عليك شيء واحد فقط لا غير، انك انت تصلي الفجر، ثم بعد صلاه الفجر تتوكل على الله جل وعلا. فقد قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، شوف كده لما اقول لك انك انت اعمل الحاجه ديت وانا هكملها لك وكن انسان صادق ولله المثل الاعلى، فما بالك برب العالمين. لو جالك ملك من الملوك وقال لك انت في ذمتي، خل اي واحد بس يبص لك او يحاول ان هو يزيك، الحد ده هيقع عليه عقاب شديد جدا. ليه؟ لان الانسان اللي بيصلي الفجر فهو في ذمه الله، فبما انك في ذمه الله فالله عز وجل متوكل جميع شؤونك ومتوكل بجميع امورك، فربنا سبحانه وتعالى هيسخر ليك الملائكة. وركز في كلمة الملائكة، لأن المؤمن يؤمن بوجود الملائكة. حينما يسخر الله عز وجل لك هؤلاء الملائكة سيقضون جميع حوائجك من غير حول منك ولا قوة، ثم تستشعر بوجود الله جل وعلا معك. فإذا لو أنت عايز أن كل التعطيلات وكل الهموم والمشاكل اللي في حياتك يختفوا نهائيا، أول حاجة ما تخدش في أعراض المسلمين، ثاني حاجة ما تتكلمش في ما لا يعنيك،
كان أحد الصالحين يقول لك أنا دعوت ربنا سبحانه وتعالى 20 سنة ألا أتكلم فيما لا يعنيني، كل يوم بدعي الله عز وجل بذلك حتى يعصمني الله من العقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ثالثا صلاة الفجر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا حفظت على هذه الأشياء يا أخي الكريم كنت في حفظ من الله جل وعلا، وكان الله عز وجل معك ناصرك مؤيدك، وسخر الله عز وجل لك من يقضي جميع حوائجك. لو عجبك المقطع ده ما تتركوش ان هو يقف عندك، دوس لايك واضغط سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. ليكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد، دمتم فود في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.